وصولها لطنجه وسفرها للمدينه اللي هتلعب فيها. والنهارده طبعا جات لنا اخبار ان الجون الاساسي ده الاستقبال في مدينه الرباط. شايفين ممر شرفي، شايفين يا جماعه، شايفين الجمال، يعني ممر شرفي معمول، دي قيمه النادي الاهلي. معلش انا لازم ارجع للموضوع، مش هفوت دي. بصوا يا جماعه، بصوا القيمه والجمال، هي دي بيفكرني. بقول لكم بايه يا جماعه؟ فاكرين الست العظيمه ام كلثوم لما كانت تروح تعمل حفلات في المغرب وتونس، كانوا بيشيلوا العربيه شيل. الفنان القدير محمد عبد الوهاب لما كان يروح يحيي حفله هناك، هي دي مصر يا جماعه، كان هي دي اللي عملت شعبيه مصر الطاغيه. بيتصور مع الاستاف النهارده الكابتن محمود، بيتصور مع الاستاف كابتن محمود الخطيب النهارده، واقف بكل تواضع الناس مستنياه عشان تاخد صوره مع كابتن محمود الخطيب. يا جماعه والله العظيم هو ده المكسب، هو ده المكسب. افرحوا يا جماعه بالنادي، وحتى لو انت ما بتشجعش النادي الاهلي وعلى راسنا من فوق، افخر ان ده نادي بتاعك. كولر النهارده واقف يتصور مع الاستاف، وكابتن محمود الخطيب يخش يتصور على الاستاف. اللعيبه بكل تواضع، لعيبه لابسه ملتزمه، الاداء حتى الضحكه محسوبه على اللعيب. ما ينفعش لعيب يخرج على النص، مفيش التزام وانت راكب الاتوبيس، مفيش مبالغه في الهزار، مفيش الكلام ده كله. هو ده القوه الناعمه، هو ده النادي الاهلي. والله العظيم بقول لكم يا جماعه، انا امبارح قاعد بتفرج على الماتش ومش عايز اقول لكم ان انا مشاعري اتحركت والله، كانه يعني بقول لكم افتكرت حفلات عبد الحليم حافظ وحفلات ام كلثوم اللي كانت بتتعمل في الدول العربيه، وقد ايه ترحبهم بيها لانهم عارفينهم انها قيمه. النهارده النادي الاهلي اصبح قيمه كبيره. انت حتى لو ما تشجعش النادي الاهلي لازم تفخر بالشكل ده، ولازم تقول لازم الناجح لازم تقول ده ناجح، ولا احنا نقول حاجه تانية غير كده؟ عايز تنافسني نافسني، ما فيش مشكله، واهلا بالملعب، واللي ينافس ينافس، ولكن يعني قدر نجاحي، لان في يوم من الايام هتلاقينا احنا في يوم من الايام هنقدر نجاحك. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل وارجع بقى بعد الفاصل عشان نخش في محتوانا واخبارنا، بس خدنا طاقه ايجابيه. بعد الفاصل نرجع.